معكم عكيف وادي مدينه بني ملال. خويا دابا عندنا مشكل ديال الماء، دابا تقريبا ما يزيد على 5 ايام والماء مقطوع علينا في مدينه بني ملال. عينا هاد الناس تيخرجوا في بلاغات من النهار الاول، غيتقطع الماء من 7 لـ9، من 9 لـ12، من هادي غادي يرجع مع 2، غادي يرجع مع 5، غادي يرجع مع هادي، تدوزوا بينا 5 ايام، 5 ايام دوزوها بيناكم. غيتقطع، غادي يجي الماء مع هادي، غادي يرجع مع هادي، شي ما جا. دابا تنضروا تنسقيو من الزناقي، نسقيو من الويدان، نسقيو من السواقي. عينا جينا البارح لعند هاد الناس هادو، بغينا نتحاوروا مع المديره ديال هاد الشركه ديال الاراضيت، رفضت انها تستقبلنا، ما بغاتش. قالت لهم صيفطتنا واحد السيد، قال لك راه ما كايناش السيده، راه كاينه في البيرو ديالها، ما بغاتش تستقبلنا، ما عرفناش علاش. حنا بغينا نعرفوا غير منها واش كاين شي حل لهذا الشيء ولا ما كاينش. مع العلم دابا تنشوفوا انهم تيزودوا شي مصحات خاصه وشي وحدين تيزودوا فيهم بالماء في السيترنات ديال الجماعه. وحنا كساكنه اللي خصنا حنا الاولين خصهم زعما ينتبهوا لينا ويديوا فينا ويزودونا حنا بهذا السيترنات حنايا. حنا ما داوهاش فينا، ما كاين حتى واحد قال هاد الناس هادو راهم ضرورين ولا خاصهم الماء ولا خاصهم باش يعوموا ولا خاصهم باش يشربوا ولا خاصهم شي حاجه، ما كاينش. اشنو؟ مصحات خاصه دير لهم السيترنات، علاش؟ الله يعلم. هادوك مهمين، حنا ما مهمينش. حنا بالنسبه لهم هنا لا شيء. ودابا راه حنا واقفين ثاني هنا تنتسناو فيهم واش غيديروا معنا شي حاجه ولا ما غيديروش معنا. سينو ما كاينش، راه واقيلا ما غادي نهزوا ولادنا وغادي نجوا غادي نريحوا لهم هنا، ما عندنا فين نمشيو. تدعقنا، ديورنا خنازه، وبني ملال خنازت، وبني ملال خنازت عباد الله. حنا دابا حاليا تنتواجدوا في مدينه بني ملال امام المقر ديال مولي الماء لاراضيت. حنا عندنا واحد المشكل اللي كاين عندنا، هو الماء مقطوع عندنا دابا اليوم 5 ايام هذه والماء مقطوع. ودابا تنتفاجئوا ما فهمناش حنا الماء انت غادي يجي ما غاديش يجي، وما عرفناش ومنين تنسقيو من السواقي. بغينا نعرفوا شنو هو الحل دابا، واش حنايا واش غادي يجينا الماء ما غاديش يجي. هذا الصباح تنتفاجئوا تيلوحوا واحد البلاغ بلا غدا ان شاء الله غادي تطلق الماء. تنتمنوا من الله الخير، هذا الكلام اللي قالوا يطبقوه غدا تطلق الماء وتدوز الامور بخير وعلى خير. حنا ماشي ناس تنطالبوا بالاحتجاجات، حنا تنناشدوا السيد الوالي مدينه بني ملال باش يدير معنا شي حل. وعتقنا في هذا الموقف هذا، راه حنا في ورطه، راه الناس صبرات، راه كاين اللي ما كانش كاع باغي يخرج باغي يهضر على الماء، ولكن راه تيضطر بنادم باش يجي ويهضر. دابا لحقاش راه 5 ايام هذه ما كاينش الماء في الدار، بنادم ما صاب ما يشرب. كاين اللي دابا تيمشي لكارفور تيجيب 3000 ريال ديال الماء المعدني تيشريه من باش يشربوا ولادو، هادي وبزاف علينا حنايا. وتنطالبوا من السيد الوالي يدير معنا شي حل في هذا المشكل هذا ويفك لنا هذه المشاكل هذا. راه السيد الوالي هو المعنى بالامر، هو اللي تيسير البلاد، هو اللي خاص يفك لنا هذا المشكل. ما نكونوش حنا كاع مجموعين هنا، حنا راه مواطنين مغاربه وتنستحقوا ما يكون عندنا في الدور ديالنا، وولادنا ما خاصهمش يبقاو عطشانين. لحقاش حنا راه مغاربه وعاش الملك، وحنا تنعيشوا في هذه البلاد هذه بالكرامه ديالنا، وخصنا نبقاو عايشين بالكرامه ديالنا تنموتوا. ماشي دابا في الاخر على شي حاجه بسيطه، الماء ما كاينش في الدار. حنا راه عيب باش نبقاو في مدينه بني ملال تنخرجوا نهضروا على الماء كاع. حنا راه عندنا الساقيه دابا حاليا مطلوقه في المدينه، عندنا العين ما تتقطعش العام كامل، وكيفاش حنا تيكون الماء ما عندناش في الديور واحد 5 ايام ولا 6 ايام؟ راه شي حاجه بيزار، ماشي زعما عاديه ولا ما باش تكون في بلاد الماء وما عندكش الماء، المستحيل. والله يجعل البركه في سيدنا وفي السلطه السيد الوالي، بغيناه يدير لنا شي حل لهذا المشكل هذا. الله يرحم الوالدين، ما عندناش علاش نبقاو مجموعين ومشوهين في هذه البلاد هذه. حنا راه بغينا تنطالبوا عاب الماء، ما تنطالبوا حتى حاجه اللي عاليه ولا تنقولوا الغلا ولا تنقولوا شي عام، تنقولوا حتى حاجه اخرى. حنا الماء هو اقل حاجه، هو الماء تنطالبوا، بغينا ولادنا يشربوا مويها، وبغينا باش نتوضاو. راه 4 ايام دابا بلادنا ولا تيتيمم، ما بقاش تيتوضا كاع، يبغى يمشي بلادنا يصلي ما بقاش تيتوضا ولا تيتيمم. وراه بزاف 5 ايام هذه والماء ما كاينش، راه بزاف علينا.